السلام عليكم، كيف حالكم؟ عارفين انا مين؟ انا فارس، لا تكونوا نسيتوني. فاكرين الحلقة اللي فاتت؟ نحن بنينا بيت الشجرة في منطقة جديدة، وكانت رحلة بصراحة ممتعة لما نقلنا من بيتنا القديم. لكن قررنا اليوم اننا نروح نكتشف المنطقة اللي حوالين البيت الجديد ونشوف ايش في مغامرات. فجاهزين؟ بسم الله، يلا. واو واو، ايش هذا؟ ايش جاب هذا عندي هنا؟ تعال تعال، ايش جابك انت عندي؟ تعال. انا شوف قلبه هنا، في احد ثاني يضربني؟ واو، شوف هذا انحرق في الشمس، انحرق في الشمس. طيب خلينا نكتشف، ابغى اشوف اشوف المويه والشمس. شوف ايش الغنم هناك، هو انا من اول كنت ادور على ايش؟ ادور على قطن. تعالوا تعالوا، ابغى قطن، ابغى قطن. تعالوا يا غنماتي يا غنمات، تعال تعال. هيلو، ولحمة كمان، يا سلام. هذا ايش هذا؟ ايش هذا الشيء؟ اوه غنمة زرقاء ما ادري ايش قلعتها. طيب هلو، اشكال والوان من الغنم، شكل الواحد لما بيسوي له سرير ملون يروح يدور له على الغنمات الملونات هذولا. طيب طيب خلينا نروح. هذه ورق ذي ايش؟ مرات يكون في اشياء. واو، هنا في كهف، في كهف خطير. لكن خلينا بطلع انا فوق الجبل، بطلع فوق الجبل، فوق الجبل، بشوف ايش في عندنا هنا الجهة الثانية. اي غنم انا حذبحه، ابغى لحمة وابغى صوف. ممتاز ممتاز، يلا 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 نطلع. ابغى اطلع فوق الجبل، يمكن في سرداب هنا ولا هنا. مع انه والله السرداب اللي عند بيت القديم ما كملته، نفسي ارجع اكمله، نفسي ارجع اكمله. شوف هناك في لافا، هناك في كهف. واو، شايفين اللي انا شايفه؟ واو واو، خلينا ننزل له، خلينا نروح له، خلينا نروح نشوف هذا البرج. في برج، ايش تتوقع يكون في جوته؟ وحش. نحن ترقوينا مو زي اول ما بدينا، فاكرين لما بدينا اول كيف؟ يا الله، فحم، ما اقدر اترك الفحم، ما اقدر اترك الفحم، الفحم ما اقدر اتركه، لازم اخذه. حلو، ما عندي مشكله. طيب يلا نكمل نكمل، ابغى اطلع فوق اشوف ايش ايش الاشياء الصفراء اللي هنا. عالم مليان بالعجائب، عالم عجيب. تتوقع ايش؟ شوف شايفين شيء طاير تحت هناك، ايش هذا؟ تنين ولا ايه؟ اللعبة ترى يقولوا مليانة تنانين ولازم تروح تقتلها، تحصل التنانين عند عشها. الجاروف هنا اذا ما نفع، ايوه خليه يفتح لنا. بنطلع نطلع نطلع نطلع، سوي لنا زي الدرج، زي الدرج لو سمحت. شوف ايش في فوق، فوق التور. واو، رهيب رهيب. وصلنا 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 وصلنا، ان شاء الله بس ما يكون احد يذبحنا، نذبح نذبح لو في شيء. والله التنين هذا ايش شكله؟ ولد الدراجون، ما هو التنين هذا، ولده هذا ولده. ايش هذه الوردة؟ والله في اشياء ناخذها عجيبة غريبة، في اشياء ما نبغاها، في اشياء نكسرها ما نحتاجها عشان لا تاخذ عندنا مساحة. طيب طيب، واو ايش هذا؟ ايش اخذت هذا؟ هذا اكل، هذا صندوق فيه اكل. طيب بعدين بعدين بعدين، خلينا نطلع. اوه وصلنا، خلينا نحط السيف ليكون في احد يذبح. ايش هذا؟ يقول لي ويزر تاور، هذا برج الساحر. والله انا من اول نفسي كنت اشغل السحر بس ماني عارف كيف اشغله، اشوف يمكن في احد يدلني هنا. الله يستر، بس ان شاء الله ما يكون في وحش، ما يكون عندنا وحش. هلا هلا ابو الشباب، كيف حالك؟ اوه هذا ويزرد يبيع، يقول لك ادي لك كتاب، اديك كذا واديني هذا. والله الذهب ممتاز والامرالد، انا هذه ابغاها. يوه هذا نسيته في بيت القديم. الطاوله، ابغى الطاوله، اديني الطاوله، اديني الطاوله لو سمحت. شكرا شكرا. اح ضربني، لا عشان اخذت الطاوله. طيب ايش اسوي؟ طيب والله الله، لك حق لك حق، لكن انا احتاجها احتاجها احتاجها.
ليه كذا صرنا اعداء؟ ليه صرنا اعداء؟ لا حول ولا قوه الا بالله. معليش معليش والله معليش. طيب خلاص انا حاخذ الكتب حقتك، الكتب نحتاجها في السحر. انا دحين قررت بصراحه اني ارجع للمرحله، اخذت الطاوله حقته. والله الطاوله هذه اقدر اسوي اشياء سحر، صح ذبحنا الساحر، لكن ايش يسوي؟ هو اللي هجم علي، انا ما ادري انه ممنوع يعني، حسب انه طيوب يعني شكله كذا طيوب. طيب يلا يلا نرجع البيت انا دحين عشان ناخذ الاشياء اللي نحتاجها ونروح للبيت القديم نضبط الاشياء السحر ونستخدمها. هذا لا يضربني لا يضربني، هذا بعد عنه بعد عنه. ايوه اح معليش 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 معليش، نبي نرجع دحين لبيتنا عشان نجهز للرحلة، رحلة العودة، رحلة العودة، ونقعد نطور السحر. واخر كلام وكلام حلو، يلا يلا مشينا. بسم الله بسم الله، رجعنا رجعنا رجعنا. حافور حافور حافور، تعال يلا يلا يلا، ممتاز. نطلع فوق ونروح ننزل على بيتنا. انا حافظ القرية فيها تليبورتات عشان نقدر نرجع للمكان حقنا بسرعة. فين الفلوس اللي عندي؟ اوه عندي 600 ما تكفي. شوف هذا لو اشتريناه يخلينا نسوي تليبورتات بعد مع اماكننا، فنتنقل بسرعة، فنتنقل بسرعة بين القرى. عشان كذا خليني انا اول شيء ارجع البيت دحين واخذ الكلب حقنا كمان، لا يزعل مننا الكلب. شوف هذا بيتنا، نبغى نبني بعدين عنده ستون عشان نقدر ننقل. بيتنا مرة عجبني في وسط الورود، وسط الورود جميل جميل جدا. يلا يا كلب يلا جهز نفسك الرحلة، ورانا رحلة حبيبي. يلا ناخذ الأشياء المهمة، وفي أشياء كثير أخذنا كتب كثير، هذه كلها جبناها معانا. كنا ندور على أحد يسوي السحر، لكن ما في مشكلة ما في مشكلة، ناخذ الأشياء المهمة. الطاولة، أنا الطاولة ليه حطيتها هنا؟ كنت بضيع نفسي كنت بضيع نفسي. خذ الكتاب. طيب خلاص كذا نحن جاهزين، كذا نحن جاهزين. ممكن إذا حصلنا حصان نبغى نسوي نسوي له سيرج. طيب يلا يلا انطلقنا، تعال تعال يا حبيبي، تعال حبيبي تعال يا كلب، يلا يلا يلا. نحن ترى المدينة اللي جينا منها ترى انا عارف طريقي تمام، لو حصلنا حصلنا حنرجع سريع. طيب هنا القرية، نحن بعدنا شوية على القرية، لكن بصراحة انا بحتاج اني ارجع للبيت القديم. البيت القديم اذا رجعنا له هناك في سرداب وفي وحوش، وما غلقنا من الوحوش بصراحة. يلا ايش دخلنا في وسط الشجر هنا؟ خليني التليبور تشغله. تعرفون انه هذه مرة مهمة، اقدر اسوي حارس. خليني اخذ، ما عندي مكان ما عندي مكان. اوه ايش ارمي؟ والله ما اعرف، كلها مهمة. اللحمة، هذه اللحمة صغيرة. طيب اخذنا واحد من هنا عشان بعدين نسوي هذا كمان يجي. اخذنا اثنين، نقدر نسوي بعدين حارس، هذا نقدر نسوي منه حارس. شوفوا 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 شفتين شايفين ايش هذه؟ هذا تليبورت. خلينا بس نشغله، ما شغلناه نحن اول. خلاص نيجي نرجع بعدين، نبغى نجي يقول لك هذه المنطقة، ما فتحنا منطقة ثانية، لو فتحنا عند بيتنا خلاص نرجع هنا. طيب يا قرويين حنستقبلكم، حتشتاقوا لنا، ما عندكم شيء ناخذه من هنا ولا هنا قبل ما نمشي؟ بنسافر ورانا سفر. والله يمكن احتاج السرير، السرير احتاجه، يمكن نحتاج السرير. ايش اللي ارمي ايش اللي ارمي؟ هذا ايش ابغاه؟ طيب معليش معليش حبيبي، هذا الاشياء اللي بددني فيها. شوف هذا الاشياء اللي بددني. طيب خلينا نروح ونجيكم، نجيكم نحن ترى خلاص عرفنا مكان التليبورت ونجيكم عليه، ف استحملونا. نحن جينا من هنا، والله بيجي علينا الليل. لو جاء علينا الليل قبل ما نوصل لبيتنا، انا حافظ البيت حقنا، انا بس بحط له في جنبه تليبورت عشان لما نقعد ما نقعد نضرب مشاوير كذا. التور هذا تبغون نكتشفه ولا نخليه بعدين؟ بطة، يوه الحصنة، والله اخذ لي حصان. اديني جلد، ابغى جلد عشان نوصل لبيتنا بدري. ما فيها والله حنين، اقول لك خلينا نضرب مشوار، نضرب بعدين. هذا ايش فيه؟
نيجي بعدين نسوي الحصان ونسوي كل شيء نبغاه. ها ما قلبي ما يسامحني، يبغى لازم اخذ ابغى ادوني جلد، ادوني جلد واتركه. انا حصاني ما نعرف فين راح. ايه حصل جلد، حصل جلد. كيف نسوي ال هذا هنا كيف نسوي؟ لازم 1 2 3 4 5. انا كم عندي؟ عندي 3. وجاني الليل، جاني الليل، هذا اللي فرحان فيه. ما في جلد؟ طيب خلاص، وهذا ما في جلد. واو، ايش هذاك الشيء اللي هناك؟ اكتشف اكتشف. يو الاكل، يبغاني اكل. ايش في هنا؟ سرداب؟ والله عالم خب. لا هجموا علي. مين بيضربني؟ هذا الحيوان. تعال 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 تعال. ايش هو انت؟ ايش قلعتك؟ انا ماني عارف. ما تعورني ما تعورني، عيب. ايش في هنا؟ صندوق. واو اشياء رهيبه. شوف جزر ذهبي، جزر ذهبي. والله والله عالم اكتشاف، عوالم رهيبه. لكن ما احنا فاضيين، ما احنا فاضيين. خلينا نروح بيتنا. ايوه ما فيش، خلاص ما فيش. اسوي لهم كله، ابغى ادور انه صدق البقر يمكن يرمو جلد اكثر من حصلنا. شايفين؟ شايف؟ شوفوا يا سلام، اقول لك اجري. الوحوش هجموا علينا في الليل، اجري. ما هو وقته، ما هو وقته. شوف الحصان قديش، والله كنا نقدر بالراحة إننا نسوي لنا حصاننا. لكن خلينا نروح بيتنا القديم، رحلة مشوار مشوار. لكن احنا نبغى نفك السحر، نبغى نفك السحر ونلبس لبس الساحر. يلا يلا. وصلنا وصلنا. ايوه ايوه هذا فين؟ ايوه هذا بيتنا، بيتنا. والله وحشتني يا بيتنا، والله وحشتني من زمان. هنا هنا شايف، شوف اللمبات. يا سلام يا سلام، والبركة حقتي اللي سويتها هنا. وخلينا الباب مفتوح. فين كلبنا؟ الكلب ضيعته. ما هو معليش، يلا معليش ننام عشان يجي النهار، يجي النهار. اوه مشوار مشوار مشوار. طيب يلا جينا هنا، خلينا نحط الاشياء. اول شيء نحن بنحط الطاوله. فين الطاوله حقتنا؟ لا يكون ما جبناها. الطاوله فين؟ ايوه والله انفجعت. هذه اهم شيء، الطاوله الساحر، طاوله الساحر. حطها هنا في جنبهم، جنب الطاوله العاديه. يا سلام يا سلام. طيب ايش نبغى نسوي؟ نحطها ديبوزيت مير اكستراكت ريستوك. نحط كلها هنا واحدة واحدة، نحط كل الاشياء واحدة واحدة. كيف نسوي سرير اصلا؟ السرير كيف نسويه؟ هذا خشبي. وطيب نجيبه هنا. طيب خلي هذا هنا عشان نحن، انا فاكر انه السرير. ناخذ الكتب السحر اللي هنا عندنا، وناخذ العصاية. فين انا العصاية؟ فاكر اني خليتها هنا. ايوه شايفينها هنا. طيب ايش هذا؟ تعالوا لا، دحين بقينا كريستال.
بجيلنا كريستال، من فين نجيب الكريستال يا حبيبي؟ من فين؟ او عندي كريستال، عندي ماجيك كريستال. طيب نروح للعصاية اللي هنا، نقول له العصاية نحطها هنا، يحط لنا أماكن الكتب. هذه ما نعرف إيش هي، هو حيكتشفها لنا. هذه ما نعرف إيش هي، هو حيكتشفها لنا، هو حيكتشفها فيحطها هنا. أوكي، يبغى لنا كريستال عشان نحط اللي معانا فيها. فإيش تطلع هذه؟ ما أظن كثيرة عليه يعني. وهذه ماجيك ميسايل. طيب خلينا نشوف، حطيناها. واو شوفوا، بس حنكسر، حنكسر كذا، حيتكسر الدنيا، حيكسر الدنيا. خلينا نطلع برا. شايفين؟ شايفين؟ وغلقت ولا ايه؟ خش خش كلب، خش خش، حياك الله. بس انا اقدر. يلا بعد بعد، تعال. واو شوف الكلب هذا، خلينا ننام. حلو، ولا نمنا نحن اصلا لما جينا. طيب خلينا نروح نكمل في ال... شوف ذبحناه. والله والله الساحر قوي، الساحر قوي. تعال 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 تعال. اوف اوف، يلا يلا يلا. والله رهيب الساحر، شوف كيف. هذه كلها ماجيك ميسايل، الكرات السحرية، بس في بعضها كيف حنفتحها؟ يبغى لنا نشوف بعض الثاني. فتحنا هذه، بنكسر بيتنا بس. طيب هنا ايش نسوي؟ هذه ايش هذه؟ انا ماني عارف ايش هي. المشكلة ما عندنا كريستال، لازم نجيب كريستال. الا والله في هنا كم فيها، هذه ثلاثة. طيب وهذه هنا نحطها هنا، فهذه ما احنا عارفين شيء. شوف مخفية، فيمكن يبغى يشوف كم اخذت كريستال. اوه ما ينفع. طيب هذه ما عرفناها. طيب وهذه ابرنتس، اظن يبغى لنا نوفيس، برضو ما عرفها. طيب وهذه، هذه لا، هذه عندنا، عرفنا ايش هو وحط اللي اياه في العصاية. هذه نوفيس، هذه بس، هذه ما عرفت ايش هي. طيب خلينا نحطها هنا عشان لا تضيع. هذه ايش اللي اخذناه؟ والله في اشياء ناخذها انا ماني عارف ايش هي، ماني عارف ايش هي. طيب خلينا نشوف الساحر دحين. احنا فكينا اشياء الساحر. لا هنا هنا، يا سلام. شوف الساحر فين، الساحر هنا. ايوه باقي لنا، يقول لك انك تسوي هذا. هذا كيف تسويه؟ تجيب كريستال مع كتاب، بس كريستال مع كتاب. طيب عندي كريستال، عندي كريستال ولا غلقناها؟ خلاص ناخذ هذه العصاية حقتنا هنا، وهذه الكريستال، ونجيب واحدة من الكتب، من الكتب الكتب الكتب. كان حطينا عندنا كتب كثير، كان 38 كتاب، 38 كتاب، ونحطها الكتاب مع الكريستال. طلع لنا، يا سلام يا سلام يا سلام. حط هنا وحط هنا حط هنا، وهنا اخذنا المكافأة حقت ال... يا سلام، حلو حلو. غلقنا هذه، غلقنا. ادينا فلوسنا، ادينا فلوسنا، حلو. طيب هنا ايش في؟ يقول لك هذه كيف تسويها؟ شوف، حط كريستال، بس ما عندي كريستال، ما عندي كريستال ولا سمول مانوفاكس. اوكي هذا نحن حصلناها يعني. شوف شوف كيف والله صعبة. طيب اوكي حلو. هنا ايش انفتح عندنا؟ خلاص ايوه خلاص، تاسك
والله اخذناه عشان سوينا الوحده فقط. هذا ايه كيف تم فركين؟ ايش نسوي تم فركين؟ ابلاي ذس تو ابجريد اوكي هذه يبغالنا كيف نسويها؟ طيب من فين حنجيبها؟ حنجيبها لا نستعجل، نحن كذا قوينا شوية شوية نقوى. شوف معايا عصاية ترمي من بعيد من بعيد. خلينا نروح ل السرداب حقنا، نكمل السرداب، بس يبغالنا شوية خشب. أحس إنه عندنا نقص في الخشب. يا سلام يا سلام. طيب السرداب زي ما قلت لكم عبارة عن ليفل تحت ليفل. هذا المكان ترى أنا ما دورت فيه زي الناس، لأنه شفت هنا صندوق، شايفين؟ يا الله بسكوت، هات البسكوت، وجزرة قوية ذهبية، وبطاطس يبغالي أزرعها. ايش شكله هذا المكان؟ فيه اسرار. شوفوا شوف شوف بالله، شوف ايش فيه هذا، ماني عارف ايش هي. ذهب، هات الذهب يا حبيبي، هات الذهب. نحن هنا وهنا صندوق. لا ايش هذا؟ في والله صندوق، في تي ان تي، وفي اكتشافات اكتشافات. والله يبغالنا المنطقة هذه، يبغالنا نجي ننظفها. العالم مليان مفاجآت مفاجآت. خلينا بس نروح للسرداب حقنا. شوف انا كنت ادور عليها موجودة هنا. طيب السرداب حقنا فين؟ هنا. هذا ما حصلنا فيه شيء صح؟ دخلنا فيه حصلناه فاضي بس، لكن في سرير. انا معايا سرير، اخذنا سرير، ناخذ السرير، ناخذ صندوق كمان، نحتاج صندوق. اوكي بيت الناس اخذنا منه، اخذنا منه بيت الناس. طيب هذا السرداب حقنا، خلينا نختمه قبل ما نروح تحت. بالله تارك تعال، انا احتاج اصلا احتاج. شوفوا اوه هذا هارد انجن، كم 190 الحياة حقته، شايفين؟ الحياة حقته 190. بس انا قويت انا قويت انا قويت انا قويت. حلو حلو. حلو حلو. شوف كيف ما يموت ما يموت ما يموت. ايش هذا؟ 41 37. ليه ما اضرب بالسحر؟ والله خطير خطير والله قوي. شفت كيف فرم وفرم واخذنا منه اشياء. يا سلام ذا بورتل، ايش ذا بورتل هذه؟ والله في اشياء كثير اخذناها نحن. خلينا ننزل تحت. نحن دحين هي عباره عن سرداب ننزل بس تحت فيه، فنحن تقريبا غلقنا اللي فوق. خلينا ننزل لتحت تقريبا، يعني مو كل شيء. خلينا ننزل اللي تحت. طيب اوكي هذا والله اشياء القديمه لما طحنا. هذا هنا هذا هنا. طيب هذا السلم اللي تحت للدور الثاني لازم. وهنا ما شفنا ايش جوا، بس خلينا ننزل تحت. واو واو شوف عدم معدوم. طيب نزلنا للدور الثاني. انا احرق ال اوف 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 اوف. طيب نروح لاي طريق؟ خلينا اول شيء نحط لنا اضاءة هنا عشان ما نضيع. طيب في عندنا هذا الباب وعندنا هذا الباب، خلينا نشوف الباب اللي في اللافة هذا. لافة هذا ما اقدر امشي منه، ما اقدر، مقفل الدنيا هنا، الدنيا مقفلة. طيب نروح للباب الثاني، نحط جو فوق فوق، نحط لمبة. حلو نحاول نكتشف هذا السرداب.
يا سلام، يبغى لنا والله بس غرفة نحط فيها أشياء أنا عشان. أوف، صندوق 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 صندوق. أوف، إيش هذا؟ إيش هذا؟ والله قوي قوي. لابس إيش؟ لابس أحمر. سريع سريع، شايفينه؟ سريع، شوف زي كان ولد قروي والله. بس ذبحناه ليفل 8 نحن. الليفلات هذه هل هنا حديد حديد حديد، ما اقدر اقول الحديد لا. طيب خلينا ناخذ الحديد. والله انا قاعد افكر فكره اني اسوي لي ايش فيه. ايش هذا؟ طيب اسوي لي باب هنا، بيت، وحط سريري. ما احنا خسرانين. شوف خلينا نجيب طيب خلينا، وبعدين خلينا نسوي باب ونحط اشياء انا هنا، صندوق هنا. الكلب جبته معايا، تعال يا كلب، تعال 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 يا كلب. والله انه صار يأذيني اكثر من انه يساعدني. الكلب هذا صار يأذي اكثر من انه يساعد. طيب خلينا نسوي طاولة والطاولة نسوي منها باب. حلو. يا الله، اقعد انت هنا كلب، اقعد هنا. شايفين كيف؟ ليه بسوي باب؟ عشان خليك كلب انت قاعد. اوف، هذا جاي بيفرض لي هنا. جاي يفرض لي، ماني شايفه، ماني شايفه، قاعد يضربني جوة البيت. كيف تخش جوة البيت؟ كيف يا الله، حموت حموت حموت. شوفوا شوفوا قلبي كيف. خش خش. والله ايش اللمبة هذه اللي حصلتها الحمراء؟ حصلتها، ما تنفع ما تنفع بقرش. هذه اللمبة ما تنفع بقرش. طيب حلو، يبغى لي ادور لي مكان بيت. تمام، هذه اشياء غريبه. تعال انا كل مالي قاعد اقوى اكثر اكثر. ايوه والله انكم قويتوا، والله انكم ما صح صح. انا ايش بي ما استخدم. فين العصايه حقتي؟ هذا عريان. واو، شوف الحياة حق غالي. اكل والله انهم صعبين. فين راحت العصاية؟ انا بحط العصاية عشان اضربهم من بعيد. طيب ايوه تعالوا هنا. ايوه ايوه مرة قوي الساحر. ايوه 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 يلا يلا موتوا موتوا. والله قوي الساحر، قوي 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 قوي. كيف؟ والله قوي الساحر، بس المشكلة انها حتغلق علي شكل المانا. شوف لف لي كم صار. واو شوف، اخذت ايمرالد واخذت. يلا يلا يلا
والله الساحر قوي، بذكش معاه في يده معاه دايموند. فين رايحين؟ فين رايحين؟ مرة قوي أنا ساير. شفت كيف الساحر صار مرة قوي؟ إيش هذا؟ تعورت؟ البيت حقي هنا مرة صغير، يبغاني أكبره. في أشياء مرة كثيرة ما أحتاجها. هذه إيش هذه؟ ريكورد باك، إيش هي؟ ماني عارف. هذا ديث أودين بروتكشن ست، يديني ويبغالي والله توتم أوف شيلدينج شارم. أح أح. تعال 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 تعال. غلقت المانا، غلقت المانا حقت ال، شو غلقت؟ اوه كيف ربي. قوي بس انه مشكلته انه وقف 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 وقف. والله ما في زي الألمانة، بهذلتهم. ايش فيه هنا والله؟ بس ماني قادر اركز. ما صدقت اني ذبحتهم، بهذلوني بهذلوني. تعال تعال تعال. اكسر 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 اكسر. بهذلوني ذبحوني. طيب طيب اعزائي المتابعين، اظن كذا كفي بعد المزرعه اللي صارت اليوم، ذبحتهم وذبحوني. فنكمل ان شاء الله في الحلقات القادمه. نلقاكم على خير، في امان الله.